واضاف وزير خارجيه قبرص ان مصر قامت بدور محوري وقيادي من اجل استقرار المنطقه، كما لفت الى ان الممر البحري لغزه ليس بديلا عن اي معابر بريه. تقديرنا لجهود مصر الكبيره في جميع هذه الجبهات. لقد ابرزت قياده رائعه وقامت بدور محوري من اجل استقرار المنطقه. اخيرا إن الآفاق السياسية بالطبع محور رئيسي لاستقرار المنطقة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين هي نقطة مهمة جدا وخيار سياسي محوري وقد أقرت القبرص بحق التقرير الذاتي للفلسطينيين ودولة فلسطين عام 88 وقد أثبتت قبرص في أنها تؤكد على موقفها ومبدئها في هذا الإطار وناقشنا أيضا كيف يمكننا التنسيق على مستوى دولي وخاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي وقمنا بتعزيز موقف مصر ودعمها في جميع الجوانب من خلال علاقتها بالاتحاد الاوروبي وسنواصل هذا الدعم بكل ما اوتينا من قوه